الامهات وهاد الزوجات وابناء المختطفين اللي ترباو ما على بالهم باباهم حي ما على بالهم باباهم ميت، يوميا راهم يحسبنوا عليكم واحد واحد. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، وبربي ان شاء الله صامدين واقفين، وللحقيقه مطالبين وللعداله مطالبين، وماناش طالقين. ربي يثبتنا يا رب، ربي يثبتنا يا رب ان شاء الله. دموعك ما والله ما راحوا، دموعك على كبدتك والله ما راحوا. نعم ها يا سيدي، الى راحوا الامهات وكبروا الزوجات، كاينين الاحفاد والحفيدات، والله ما نطلقين. وفي التاريخ ما يتكتبوا الا اساميكم كمجرمين، كمجرمين ضد الإنسانية. 20,000 مختطف في العشرية السوداء ما تروحش باطل في الدنيا وفي الآخرة، وستؤرخ أسماؤكم كمجرمين ضد الإنسانية. قتلتوا الشعب الجزائري، نهبتوا الشعب الجزائري. تتكرموا ما تتكرموش، أمور هذه صورية، أما الحقيقة التاريخ يكتبها، الحقيقة التاريخ يكتبها، وراح تكتب أساميكم بأياديكم الملطخة بالدماء، هكذا راح يذكركم التاريخ، راح يذكركم وراح يذكر هذه الصورة، راح يذكر هذه الصورة. تاع هذه الأمهات راحوا لنا آباء وراحوا لنا أمهات وراحوا لنا زوجات، وبقات القضية، القضية لا تسقط بالتقادم، القضية لا تسقط بالتقادم. ورسالة اللي كتب منشور في وكالة الأنباء الجزائرية، هو يقول باللي 30 أوت هو اليوم العالمي لاختطاف القصري، وهو يحكي على الاختطافات القصرية اللي حدثت بالمغرب. نقول له حتى في الجزائر في التسعينات حدثت عملية اختطاف قصري، وقامت بها أجهزة أمنية نظامية، وهذا الأمر معروف. وعيب أنك تتحدث على جار وتنسى قضيتك، كما يقول المثل خلات رجلها ممدود وراح تتعزي في محمود. رانا عندنا 20,000 مختطف يا مسؤول وكالة الأنباء الجزائرية، وهاد 20,000 مختطف للآن ما عرفناش حقيقة ومصير واش طرالو، يا مدفونين في مقابر جماعية، يا مجنونين في 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 سجون سرية، ولا هملتوهم طيشتوهم في زقاقات يدورو حنا ما دريناش خبرهم. وعلى هذه القضية ومسار المطالبة بالحقيقة والعدالة مش راح يتوقف. وقضيتنا والأهم اللي نقولها، قضية الاختطاف القصري ما هيش قضية عائلات المختطفين وحدهم، هي قضية انتهاك خطير لحقوق الإنسان، هي قضية وطن. إذا اليوم كاين سجناء حراك، وإذا اليوم مازال كاين سجناء التسعينات، معناها تقدر الحكاية تتعاود بعد 20-25-30 سنة. حنا كعائلات مختطفين رانا حراس على الذاكرة، رانا حراس على ذاكرة الاختطاف القصري، وحراس على ألا تتكرر المأساة مرة واحدة أخرى. اتأكدوا إذا اليوم ما كانتش ممارسات مخالفة للقانون، لأنه كاين النساء واقفين من 25 سنة كل أسبوع يجيو يوقفوا ويقولوا بلي كاين اختطاف قصري. إذا كاين تجاوزات في الأجهزة فعرفوا إذا اليوم ما راحتش للأقصاها، لأنه كاين عائلات واقفين، وبربي إن شاء الله صامدين.